بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين دلوقتي ان شاء الله نعمل سيت اب لبرنامج البريمافيرا 6.8.3. ده البرنامج عندنا بنخش اول حاجه على الكلاينت ابلكيشنز، بنخش على سيت اب، بنيجي دبل كليك عليها، رايت كليك، ران از ادمنستريتور، بيفتح لي هو الشاشه دي بعدها على طول. بنيجي هنا نقول له انستول، طبعا كده بيبدا في تنزيل الجافا في البدايه. نقول له change folder destination ونقول له install next. طبعا كده بينزل فيه برنامج جافا اللي معتمد على الاوريكل، عشان البرنامج ده معتمد على الاوريكل وليس الاس كيو ال سيرفر داتابيس على عكس بريمافيرا 6 القديم. طيب هو كده خلص، هنقول له مباشره هنا close. بيبدا هو بقى في اعدادات انه ينزل البرنامج نفسه شخصيا، فبدا هنا ينزل البرنامج نفسه شخصيا بقى اهو. بعدها مباشره طبعا صفحه النت انا مش محتاجها، هاجي هنا اقول له نيكست، هقول له هنا ستاند الون. بيطلب مني بعد كلمه ستاند الون طبعا بالراحه على الجهاز بتاعك خالص عشان خاطر ممكن يهنج منك ولا حاجه، تستنى في ستاند الون دي دقيقه ولا حاجه لحد لما يطلب منك حاجه اسمها الباسورد وكونفيرم الباسورد تاكيد ليه. الباسورد ده عندنا انا كاتبه لكم هنا معايا اهو، بريما 1 2 3 فيرا، بس البي دي كابيتال والفي دي برضو كابيتال، لكن باقي الكلمه هنا الحروف الباقيه ديت سمول والحروف الباقيه هنا دي سمول. فبنيجي هناك بنظبط نفسنا احنا بنبدا نكتبه بي دي كابيتال اهي تمام، ونرجع بريما 1 2 3 فيرا تمام. هننزل تحت نعمل كونفيرم، هنيجي نقول له بري ما، خلي بالنا طبعا من موضوع الكابيتال والسمول، نرجع تاني كابيتال اهو للفي ثم شيل الكابيتال فيرا، هنقول له نيكست. طبعا كده بيطلب مني لما يجي ينزل البرنامج انكلود سامبل داتا ولا لا. طبعا انا مش عايز انكلود سامبل داتا عشان ما تخشش معايا في البرنامج وتعمل لي هناك سايز كبير انا مش محتاجها. دي عباره عن مشروعات بينزلها هو مساعده معايا. طبعا انا عايز البرنامج يتفتح على ابيض ما يكونش فيه اي حاجه خالص. طبعا هنيجي هنقول له انستول، هيبدا البرنامج بقى في مين؟ في عباره عن السيت اب بتاعه والاكسسوارز بتاعته تبدا تنزل عندي على الجهاز بتاعي. طبعا البرنامج حاليا في وضعيه تحميل ابديتنج كومبوننت ريجستريشن، وشغال دلوقتي بيعمل عمليه الانزال. طبعا بياخد وقت شويه فهتصبر على الجهاز برده، لان انا طبعا دلوقتي بوقف التسجيل وارجع اشغله تاني علشان ما اخدش جاب كبيره في التسجيل ملهاش لازمه. اثناء ما هو شغال بيبدا ينزل معاك انستولنج الاوريكل اكس اي بليز ويت. دي بالنسبه لي طبعا هنا بياخد وقته لانه قال لك بليز ويت، هنا في الجزئيه دي بياخد وقت كبير طبعا فيها. الاوريكل اكس اي دي عباره عن الداتا بيز اللي بيعتمد عليها البريمافيرا ار 8.3.2 على عكس بريمافيرا 6 القديم اللي كان بيعتمد في اعتماده الكلي والجزئي على الداتا بيس بتاعته على الاس كيو ال سيرفر 2005. طبعا بعد فتره لا تقل عن 7 8 دقائق خلص، وبالتالي قال لي هنا انه كومبليتد ذا بريمافيرا بي 6 بروفيشنال ار 8.3.2 سيت اب ويزارد. طبعا هنقول له هنا فينش، ممكن يطلب مننا ريستارت، وده اللي حصل فعلا اهو. لازم نعمل ريستارت ونرجع نفتح الجهاز، ولما نيجي نشغله بيشتغل معانا من المكان ده اهو، بتلاقيه موجود معاك هنا، او بتخش هنا من اول ابس بيكون نازل معاك هنا تحت قائمه الاوريكل بي 6، بيكون موجود هنا اهو، تقدر تشغله بسهوله. وانت بتشغله تخلي بالك ان في له دايما لوجن نيم وباسورد. الباسورد بتاعه في التوقيت ده اللوجن نيم هو بيكون حاطه دايما ادمن، والباسورد بيبقى نفس الحاجه اللي انت عاملها دي، لانك بعد كده جوه هنتعلم باذن الله خلال الدوره ان احنا ازاي ممكن نغير الباسورد ده، عشان كل شويه هيتعبني في كتابته، وبالتالي انا عايز اعمل باسورد بسيط اقدر اشتغل بيه بعد كده. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.